بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الخلق محمد بن عبد الله الأمين. وبعد، أيها السادة المشاهدون، السيدات المشاهدات، النبيلات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي في هذه الحلقة حول مجالات التي تحتاج إلى أخلاق، والتي ينبغي أن نتحدث عن أخلاقياتها وآدابها. توقفنا عند المجال الرابع، مجال الصحبة، مجال الصداقة، وقلنا قل من الأصحاب ومن الأصدقاء من يتوددون إلى الآخرين ويكونون أوفياء. فالصداقة هي الوفاء، هي الود، هي المعروف. ناهيك عمن يستعمل الكذب والحسد ويستعمل النكران الجميل فيصادقه ولكنه يحسده. فالحسد يؤدي إلى الحقد، والحقد يؤدي إلى الضغائن، يؤدي إلى البغضاء، يؤدي إلى التآمر، يؤدي إلى أمور كثيرة جدا، وهذه تفسد العلاقات بين الناس. من السلوكات السيئة أيها الأخوة الكرام في هذا الباب، في باب الصحبة والصداقة، أن يكون الصاحب ذا وجهين، فيلقاك بوجه ويغيب عنك بوجه آخر. يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه، وكثير من الأصحاب يحرص على صحبتك إذا أقبلت عليك الدنيا، ولكن إن ذهبت عنك الدنيا فإنه يتنكر لك وينساك، فيكون هدف صحبته لك الجانب المادي الصرف، ما يستفيده من هذه الصحبة، ويضرب ألف ألف حساب، فكم من درهم يستفيده من صحبتك، وماذا يستفيد من هدايا ومن أشياء أخرى. المجال الخامس الذي يحتاج إلى أدب ويحتاج إلى آداب ويحتاج إلى أخلاق هو مجال صعب جدا، مجال مشاكله كثيرة جدا، مجال نقرأ عنه الكثير ونسمع عنه الكثير ونعيش مع أهله الكثير والكثير، ألا وهو العلاقة الزوجية، العلاقة بين رجل وامرأة، بين زوج وزوجة، يربط بينهما ميثاق غليظ، ألا وهو عقد الزواج، عقد النكاح. ونحن نعلم أن الزواج هو ميثاق ترابط وتماسك بين رجل وامرأة على نية الاستمرار، على نية الاستمرار. فيلاحظ في العلاقات الزوجية في هذا الزمان انتشار عادات سيئة وانتشار سلوكات خاطئة كثيرة في بعض البيوت بين الأزواج، بين الزوج والزوجة الذين هم شريكان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث القدسي، قال الله عز وجل: أنا ثالث الشريكين، ما لم يخن أحدهما الآخر فإذا خانه خرجت من بينهما. وكأن يكون الرجل مثلا فظا في تعامله، غليظا في تعامله، خاصة مع زوجته، فتجده داخل البيت مع الزوجة فظا غليظا، يقول: إذا دخلت لا أحد ينبس ببنت شفاه، ولا يتكلم بكلمة، ولا أحد يستطيع أن يتنفس نفسا. لماذا؟ لأني أنا أحكمهم جميعا ولا يستطيعون الحديث أمامي، فهل هو زوج أو هو ظالم أو هو طاغية أم ماذا؟ فيكون الرجل فظا مع زوجته، ولكن إذا خرج مع أصدقائه تجده يضحك، يمازح، يبتسم، بل أكثر من ذلك قد تجده كريما مع أصدقائه، بخيلا مع أهله ومع زوجته. ويكون كثير الشك وكثير الغيرة، وهذه الأمور نتحدث عنها إن شاء الله تعالى في الحلقات المقبلة. تجده قاسيا في تصرفاته مع زوجته، ويقسو أكثر حينما يتعامل مع زوجته أكثر من قسوته في تعامله مع أي آخر كيفما كان. تجده متسلطا في قراراته، لا يراعي رغبات زوجته ولا اهتماماتها، فلا يستشيرها ولا أي شيء، ويحتج بأنه المرأة ينبغي ألا تشاور، وهذا أمر خاطئ نتحدث عنه والآخر إن شاء الله من خلال هذا البرنامج آداب وأخلاق. تجده كثيرا بخيلا، مقترا على أهله. تجده إذا دخل بيته لا يأتي إلا بالقليل، ولكنه إن بقي في محل في وظيفته أو في متجره فإنه يأكل أكثر مما يأكله الأبناء كلهم. تجده سبابا، بذيء اللسان داخل بيته، لا ينعت زوجته إلا بالفاجرة، لا ينعتها إلا بالنعوت السيئة، ولكنه مع الآخرين تجده مؤدبا مهذبا، فإن خرج ولقي أصحابه ضحك وتسلى وتفرجت أسارير وجهه وبسط يده بالكرم أكثر من اللازم. وقد تكون أيها الإخوة الكرام في المقابل، قد تكون الزوجة هي الأخرى سفيهة،
ناكرة للمعروف كافرة للعشير، تفسد مال وتضيع مال زوجها ولا تضرب له حسابا، وتذيع سره ولا تحفظ وده ولا ولده، بل تضيع الولد أكثر من ذلك، ولا تحترم زوجها وهو الآخر لا يحترمها، ولا تقيم له حتى لا تقيم له وزنا، وخاصة أمام أبنيه، وهذا أول أمر يسبب تفكك الأسرة. إذا كانت الزوجة لا تقيم لزوجها وزنا خاصة أمام الأبناء، فإن الأبناء لا يحترمونه، وبالتالي لا قيمة له ولا وجود له البتة، بل تهمل في بعض الأحيان، وهذا ما نراه، ويكون سببا في تشتيت مجموعة من الزيجات والأسر، بل يكون سببا في تطليق مجموعة من النساء، أن المرأة كثيرا ما أنها تهمل هيئتها وتهمل لباسها، خاصة إذا كانت داخل بيتها، وإذا أرادت أن تخرج فإنها تتجمل بالساعات والساعات، مع أنها ينبغي داخل البيت أن تكون أحسن مظهرا وأحسن خلقا وأحسن لياقة. فإذا خرجت للنساء تزينت واعتنت بمظهرها، وإذا دخلت أهملت نفسها، وهذه من الأسباب الأخرى التي لا ينبغي أن تكون داخل البيت. فلهن كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، لهن مثل الذي عليه ابن معروف حينما دخل عليه عبد الله بن مسعود ووجده يمشط رأسه، فاستنكر ذلك وقال له ابن عباس يفعل هذا؟ قال نعم. قال وما دليلك؟ قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. هذه الآية من القرآن الكريم. والكلام هنا كثير جدا على الأخلاق، ولكن نتحدث عنه إن شاء الله تعالى في حينه، حينما نتحدث عن أخلاقيات وآداب الأسر المسلمة، وآداب الزوج مع الزوجة، وآداب الزوجة مع الزوج. المجال السادس الذي نتحدث فيه، وإذا نظرنا فيه نجد أنه يحتاجه الآخر للأخلاق، نتحدث عن أخلاقيات وآدابه مستقبلا إن شاء الله، ألا وهو بيئة العمل. بيئة العمل الذي تشتغل فيه، كنت مدرسا فبيئة عملك الفصل والمدرسة، كنت موظفا فبيئة عملك المكتب، كنت تاجرا فالمتجر، كنت صانعا فالمصنع، كانت زوجة فربة بيت، فبيتها هو بيئة عملها. مما يلاحظ سوء الأخلاق ومع بين بعض العاملين داخل العمل، فتجد العمال يعاملون بعضهم البعض بأخلاق سيئة، مع أنه ينبغي عليهم أن يعاملوا بعضهم البعض بأخلاق حميدة فاضلة، حتى لا يحسوا باليأس ولا بالقنوط ولا بأي شيء داخل العمل، بل أكثر من ذلك يحسون بالحيوية والنشاط، بل يحبون بيئة عملهم، لأنه يحترم بعضهم البعض. فبعضهم يحمل الحقد على زميله لموقف شخصي تافه، والذي يحمل الحقد لزملائه ولأصدقائه هذا تافه لا قيمة له. وأنا أذكر أنه قرأت لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه جاء أحد يشهد في أحد، فقال كيف هو مع إخوانه، كيف حاله إذا ذكر عنده إخوانه، فإذا ذكر إخوانه عنده كيف يكون حاله؟ هل يفرح لفرحهم؟ هل يفرح لاستفادتهم؟ أم أنه لا يفرح بذلك؟ فتجد داخل العمل أن العمال يعامل بعضهم البعض بسوء، بل يحقد بعضهم على بعض لموقف تافه وشخص جدا، بل ينصب له العداوة، بل ربما يحسده إذا رآه قد نجح في عمله وتفوق عليه، فإنه لا يشجعه ولا يطلب له المزيد، بل يحسده ويجعل له العراقلة حتى لا يظهر عليه ولا يتفوق عليه. من الأخلاق السيئة أيها الأخوة الكرام التي تنتشر في مجال بيئة العمل، تحديد التعامل مع الزملاء بناء على العنصرية والمحسوبية، فأتعامل معه بعنصرية، فإن كان من قبيلتي أعامله، إن لم يكن فلا، إن كان يتحدث بلهجتي أعامله، إن كان فلا، إن كان مثلي كذا، إن كان فلا، وبالمحسوبية ماذا أستفيد؟ وهل هو ينتمي لجهتي أم لجهة أخرى؟ ربما تجاوز الأمر إلى ظلم الزميل وعدم إعطاء حقه من الدرجة والمكافأة والحوافز، فتجد التميز في إعطاء الحوافز وإعطاء الدرجات، وهذا من قبيل الرؤساء لمرؤوسيهم، فإنهم يعاملونهم بمحسوبية وبعنصرية. كذلك تقديم عليه من لا يساويه في القدرات والمؤهلات، فنحتاج إلى إعادة النظر في هذه الأشياء، ولأن نتخلق فيها بالأخلاق الحسنة وبالآداب الإسلامية، لأننا سنحاسب على هذه الأشياء. فلا يجوز ظلم أحد في مجال العمل ولو اختلف دينه أو اختلف مذهبه، ولو كان غير مسلم فإنه لا يجوز أن نظلمه. فمن الأشياء
التي كانت في سببا في انتصار النبي صلى الله عليه وسلم هو عدم غمط أهل الحق حقوقهم، فنعطي لكل ذي حق حقه كيفما كان لونه أو جنسه أو مذهبه أو لغته، سواء كان منا أو ليس منا نعطيه حقه لأنه يستحق هذا الحق. أما إذا ابتلي الإنسان في العمل بسفيه وبسفيه أو بأحمق فينبغي له أن يداريه في عمله اتقاء لشره، وهذا من حسن الخلق. فمن حسن الخلق مداراة الأشرار حتى لا يفسدوا عليك عملك ولا يفسدوا عليك بيئة عملك، وبالتالي لا يفسدون عليك عملك أصلا، فداريهم ما دمت في دارهم وما دمت معهم في عملهم. المجال السابع الذي يحتاج منا إلى أخلاق، والذي سوف نتحدث إن شاء الله تعالى عن آدابه وأخلاقه الكثيرة، وهو مجال السوق، الأسواق. أسواقنا تحتاج إلى تخليق، أسواقنا تحتاج إلى أدب، فأسواقنا اليوم هي أسواق ليس فيها الأدب ولا الأخلاق الحسنة. فتجد بعض التجار هداهم الله لا يشكرون الله عز وجل بما أنعم عليه من أموال، يجنون الأموال الطائلة ولا يشكرون. ونحن نعلم أن النعمة تقيد بالشكر، النعمة تقيد بالشكر، فإذا لم تقيد النعمة بالشكر زالت، وزوال النعمة من أعظم الألم، نسأل الله العافية. والشكر أيها الإخوة الكرام يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح، فيعترف التاجر يعترف ضمنا بقلبه بهذه النعمة وأنها من الله، ثم يشكر الله عز وجل بلسانه ويحمده على هذه النعمة، ثم يصرف هذه النعمة في مرضات مسديها، في مرضات الله عز وجل، فيخرج زكاة ماله ويتصدق وينفق أمواله في مرضات الله ويشكر الله عز وجل. فاللهم لك الحمد ولك الشكر على نعمك الكثيرة علينا وعلى هدايتك لنا. فترى التاجر الذي لا يشكر نعمة الله عز وجل تراه يكذب في وصف سلعته، فإذا أراد أن يبيع سلعته يكذب وينعتها بالحسن مع أنها ليست كذلك. فالتاجر ما عليه إلا أن يعرض سلعته وأن يعرضها للناس، فالناس يشترون دون أن يكذب عليهم. ومن أنفق سلعته بالكذب فهذا من الربا، كما يعبر عن ذلك مجموعة من العلماء. نسأل الله عز وجل الكريم أن يوفقنا وأن نتأدب بالأدب الحسن. فاللهم حسن خلقنا وخلقنا يا كريم، آمين، والحمد لله رب العالمين.